معي في استوديو هنا موفد العربية محمد العرب، وطبعا شكله يختلف عما نراه عادة على الأرض. يعطيك ألف عافية. بالأول بدي أقول لك شكرا للعمل الصحفي من الأرض في اليمن بأكثر مكان صحوني وخطورة، فبدي أقول لك الحمد لله على السلامة. شكرا ريما. يعني أمضيت حوالي 90 يوم، سمعنا كثير من تغطياتك الصحفية السياسية، لكن أود أن أتحدث عن مشاهداتك الشخصية كصحفي عن الجانب الإنساني. كيف بتقيم هالتجربة أولا؟ والله يا ريما بصراحة هنالك يعني كمية تضليل إعلامي كبيرة جدا قبل ما أدخل إلى اليمن. أنا كنت أتلقى المعلومات أيضا من كحالي من المشاهدين، ولكن عندما دخلت إلى الداخل وجدت أن الموضوع مختلف جذريا. الإنسان اليمني تحديدا هو ما أبهرني، اللي قادر أن يعيش في ظل هذه الظروف وأن يعني يقاتل لأجل استرداد أرضه وبسط الشرعية والقانون وبنفس الوقت يتدبر بشؤون أهله وعائلته إلى آخره. التواصل القبلي بين القبائل، الاحترامات للعادات والتقاليد اللي صارت يعني ما زالت رغم أن في وقت الأزمات كثير من القيم تنهار، ولكن أن تبقى تلك القيم مع وجود الحرب ومع وجود القتال، هذا أيضا نقطة تسجل للشعب اليمني. طيب محمد، أنا هون بدي استذكر شيء كمان، تجربة كنت أنا لمستها في سوريا، كنت عم بحكي عنها من لحظات، أنه مثلا إدلب، محافظة إدلب أصلا محافظة فقيرة، اليمن أصلا بلد فقير يعاني اجتماعيا، وجاءت هذه الحرب لا تزيد من مآسي. كيف الناس قادرة تأكل تشرب؟ كيف مداخيل الناس؟ من وين عايشة؟ هالتفاصيل. أولا يعني صالح المخلوع كان يمارس عملية يعني إقصائية لكثير من المناطق، يعني منطقة مثل الجوف مثلا، محافظة الجوف كبيرة وبها زراعة وبها خيرات ولكن كانت مهمشة، مأرب كانت مهمشة، لكن بعد أن رجع عادت إلى الشرعية أوجدوا اليمنيين يعني يجيدون فن الحياة، أوجدوا لنفسهم مهن جديدة تتلائم مع متطلبات النازحين. مثلا مأرب تضاعف عدد سكانها 10 أضعاف، فوجدت مهن جديدة، مهن بناء ما أشبه بالبيوت، مهن توفير المياه الصالح للشرب، مهن توليد الطاقة الكهربائية من خلال المحركات، من خلال المولدات الأهلية. هنالك مهن مع الأزمات بصراحة شاهدتها في اليمن، والشعب قادر على أن يتكيف، قادر على أن يتكيف مع هذا الوضع يعني المزري الإنساني الصعب، ويتكيف بنفس الوقت وهناك من يقاتل منهم في الجبهات. وطبعا تحية للمرأة اليمنية بصراحة متحملة يعني جهد كبير وضغوط كبيرة، وهي ما زالت يعني تمثل العمود الفقري للمجتمع اليمني. المرأة العربية بصورة عامة يعني بتتحمل كتير. بدي أسألك محمد، بقيت 90 يوم، 90 يوم في منطقة نزاع، منطقة حرب طويلة لصحفي، وانت جاي شوي على دبي وراجع لليمن، نفسيا كيف عم تتحمل هالتجارب؟ بصراحة ريما يعني أنا يعني أقدر أقول لك كنت أبحث عن تجربة أطلع فيها طاقة معينة في داخلي. أنا ما كنت أريد أرجع بصراحة، لولا أني أنا المرحلة القادمة تتطلب معدات خاصة، فأنا جيت لأتزود فيها فقط ولم أتي لإجازة أو شيء، كنت أتمنى أني أستمر. أعتقد أن هذه المرحلة من التاريخ نحن مؤتمنين عليها لكتابتها بشكل الصحيح، بعيد عن الأجندات السياسية التي تتجذبها كل الأطراف داخل اليمن. أعتقد أن الصحفي اليوم هو مؤرخ لهذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن. ليه برأيك ما في صحفيين من باقي العالم موجودين في اليمن؟ يعني كأنه قصة اليمن مهمشة. هناك صحفيين في صنعاء هم تحت الضغوط السياسية الانقلابية، وهناك صحفيين على الشريط الحدودي السعودي لديهم ربع القصة وليس القصة كاملة، وهناك الصحفيين الذي يحسبون على الشرعية وهم أيضا بطريقة أو بأخرى ينحازون إلى الشرعية. يحتاج نوع من الصحفي اللي عنده قدرة على أن يتعامل مع الخليط الاجتماعي داخل اليمن. أنا نسجت علاقات ممتازة مع القبائل وساعدوني كثير في التحرك بحرية واضح داخلي. يعني أولا بدك أن أسألك إذا صار معك باسبور يمني، لأنه أقمت 90 يوم ورجع هلا. وبدي اقول لك انه يعني ما شاء الله عليك مبين كثير منيح بعد 90 يوم بمنطقه
حرر. لا لو زاد وزني أكيد بزيد على الأكل السيء، لأنه بهيكون أن ظروف الإنسان ما بيقدر يأكل أكل مثل ما لازم. يعطيك ألف عافية، نتمنى لك دايما السلامة أنت وفريق العمل. شكرا. والله يحميك. الله يحفظك. تحية أيضا لفريق العمل اللي رافقني، المصور ضياء الدين محمد علي والمونتير محمد سليمان، تعبوا معي تعب كبير بصراحة. يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.